عدنان وقت اللي أثرنا عديد المواقف الأجنبية البارح بركة كنا تسألنا على الرد الدبلوماسي التونسي كيف يكون على جملة هذه المواقف واللي يعني تخص أو تسلط الضوء على تطورات الشأن الداخلي. هوني زادة هل هي مناسبة لرئيس الجمهورية باش يوضح هذه المواقف أو يلعب هذا الدور اللي احنا نتسألوا عليه، الدور الدبلوماسي في التسويق ربما أو ما نقولش تبرير لأنه يرفضها الرئيس، ما يقول لك احنا مانيش في موضع تبرير ومانيش في موضع تفسير لماذا أخذنا هذه القرارات، لكن كيفاش ينجم يستثمرها الرئيس المشاركة هذه؟ لازم يحضر روحه ويعرف روحه شنو باش يقول، هما باش يسهلوه، راه انت قلت يمشيش يقول لهم، هما باش يجيو غاديكا ويسهلوه، هما في بعضهم غاديكا تسألوا. جون ايف لودريان راهو راجل مخضرم، كان 5 سنوات نتاع العهده نتاع فرانسوا هولاند وزير الدفاع، ثم مباشره مع الرئيس هذا هاو باش يكمل تو 5 سنين في وزاره الخارجيه، يعرفش يقول وماهوش انسان خفيف ولا شيء من هذا القبيل. راهو الكلام نتاعو كلام موزون وما فيهش ديزيتادام ولا هكا معناها حاجات انطباعيه امور ما فاهمش يعمل. شنو المطلوب اذا من الرئاسه من التمثيليه التونسيه؟ بدون انطباعيه وتكون رزينه وتفهم شنو تحب تقول وتعطي مبررات، يبرر اي نعم رئيس الدولة يبرر، أنت شريكك تحكي معاه اش معناها يتبرر؟ التبرير هو ارجيومونتي، تعطي مبررات للطرح نتاعك. فما فرق ما بين التوضيح والتبرير، نحن في تونس لسنا في موضع اتهام. لا لا مانيش في موضع اتهام. احنا نوضحوا حد ما يتهمنا. حتى كي يتهم واللي يحب على الديمقراطية بطرق معينة يعملها في بلاده، تونس لها خصوصيتها والمسار الديمقراطي متواصل، فما حريات حقوق انسان ولا نتلقى الدروس من احد. لا مو نبرر وكان في موضع اتهام في قفص الاتهام ونبرر. يلا تفضل. حتى حد ما يتهمك بشيء، كي تحكي حكايه يلزمك تدعمها بمبررات وبامثله. والرئيس لا يفوت الفرصه لتوضيح ذلك. شنو اخرهم امس مع السيد فريد بالحاج يوضح لماذا تم حل المجلس الاعضاء للقضاء السابق. معناتها الرئيس لا يفوت فرصه التوضيح، ولكن مش معناتها انه نتلقوا املاءات ودروس. ما فماش املاءات، راه الاملاءات موجود. الشريك نتاعك عنده نظره للشراكه نجم ما تكونش مقابله نظرتك انت، وقت اللي تبدا مش متقابله النظره نتاعك انت لازم يقصرك. النظره هذه كي ما تبداش متقابله شنو تنجم تبدل؟ الغريب في الامر انه ما شفناش الدول السبعه الكبار وسفاراتهم في تونس ما تعبر على القلق مثلا بعد كل ما كشفته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد. مش صحيح، مش صحيح، مش صحيح، شفنا بلاغات رسمية، شفنا بالله اعطيني بلاغ رسمي واحد. شوف بلاغاتهم في دولة مع بعض. شوف بلاغاتهم الرسمية بعد اغتيال الشهيد شكري بالعيد ومحمد البرعي. تو يا نحكيك بعد 25 جميلة، نحكيك بعد 25 جميلة، نحكي لك على اللي صار. شوف بلاغاتهم الرسمية بعد الاعتداء على السفارة الأمريكية، شوف بلاغاتهم الرسمية بعد أحداث باردو، شوف بلاغاتهم الرسمية بعد اغتيال الجنود موجودة. نحكي بعد بعد 25 جميل يعني قلت ملاحظة أنت منذ قليل قلت النظرة متاعهم الاتحاد الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي وإلا كل من أدلى بدلوه في التطورات الحاصلة حاليا، كي النظرة ما تكونش متقابلة ومش نفس النظرة التشاركية أو مش نفس الرؤية لمستقبل هذه العلاقات كيفاش ينجم يأثر هذا؟ نقارع الحجة بالحجة يؤثر. لا كيفاش ينجم يأثر على بلادنا على تونس؟ كيفاش يأثر؟ مش نقول لك مش نعطيك حاجة معناها ملموسة عملية ما فيهاش لا شك ولا ريب. يأثر كيما أثر حتى تو من 25 جويلية مليم ما دخلش. من 25 جويلية التوانسة لازمها تعرف اللي الشركاء نتاعنا سكروا الفانا. ماذا يعني ذلك؟ يعني النرزة خالي املاءات. لا 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 علاش؟ شنو المعنى؟ شنو المعنى؟ توا كندا مش واحدة من دول السبعة الكبار، برا شوف أنت الحكومة الكندية شنو الإجراءات اللي اتخذتها في علاقة بقافلة الحرية، في علاقة بالناس اللي تحتاج على الشهادات المتعلقة بالكوفيد، برا شوف وصلت حد تجميد الحسابات البنكية للمحتاجين. نفس هذه الدول اليوم تزايد على تونس في الديمقراطية وفي حقوق الإنسان وتدعو إلى استئناف المسار الديمقراطي. الديمقراطية متواصلة وموجودة في تونس، لكن هم يحبوا أطراف بعينها تشارك في هذا المسار، وهو ما يرفضه مش قيس سعيد، يرفض الشعب التونسي. من كان طرفا في المشكل لا يمكن أن يكون طرفا في الحل.
مافيا الفساد والاخوانجيه اليوم مش ممكن يكونوا في هذه المرحله فقط فقط للتوضيح. القرض الجزائري نسميه الاشياء بمسميات يعني القرض الجزائري راه قيمته 300 مليون دولار. شويه بشويه بشويه ما نسمعوش بعضنا هكا. القرض الجزائري 300 مليون دولار وقت اللي تعطى اي باش نبدا واضحين. يلا ليه دبر القرض الجزائري خاطر الموضوع معناش نحكيو على الجزائر. الجزائر هذيك سي ليكسيبسيون كي كونفيرم لا ريغل، يعني هذيك الاستثناء الذي يبرر القاعده، والقاعده ان شركائنا ما يحبوش يتعاملوا معنا.